في قانون الإيمان بنقول نؤمن بإله واحد، مش بنقول نؤمن بأنه يوجد إله واحد. وفي فرق كبير قوي بين الجملتين دول. إن أنا أقول إن أؤمن بإله واحد معناه إن أنا مؤمنة بك شخص، غير إن أنا مؤمنة بفكرة أو بمبدأ. الأب كاليستوس وير بيقول إن الإيمان ليس هو يقيناً منطقياً، لكنه علاقة شخصية. أنا ممكن أؤمن عقلياً بفكرة أو بمبدأ أو بإن شخص ما موجود، لكن أنا أؤمن بشخص، ده معناه ضمنياً إن أنا بحب الشخص ده. لما أقول لحد أنا مؤمنة بيك، يعني أنا بحبك، يعني أنا واثقة فيك، يعني أنا معتمدة عليك، يعني أنا في بيني وبينك عشرة وعلاقة بتأيد الإيمان ده. علاقتنا مع ربنا ممكن تكون ناقصة، مضطربة، ممكن يكون بنواجه صراعات معينة، إلا إنها حقيقية جداً وموجودة. أنا مش بعرف حقائق عنه، لكني بعرفه هو وبحبه هو. الفرق بين الفكرتين دول واضح قوي في حياة أبونا يعقوب. يعقوب في يوم فاصل في حياته، اليوم ده كان يوم اللقاء مع الله والصراع معاه، وهو راجع علشان يقابل أخوه عيسو وهو خايف. يعقوب قبل المشهد ده في حياته كان حاجة، وبعد المشهد ده بنشوف حاجة تاني خالص. في تكوين 32 في خط فاصل في حياة أبونا يعقوب. الخط ده هو أو الحدث ده هو لقاؤه مع الله وصراعه معاه. قبل تكوين 32 بنشوف اللغة حتى اللي بيتكلم بها يعقوب وبيعبر في صلاته مع ربنا أو في حياته مع الناس عن الإله، بيتكلم بطريقة مختلفة تماماً عن ما بعد اللقاء ده. ممكن نقرأ مع بعض شوية آيات بتعبر عن الفرق. ونذر يعقوب نذراً وقال: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزاً لآكل وثياباً لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلهاً، وهذا الحجر الذي أقمته عموداً يكون بيت الله، وكل ما يعطيني فإني أعشره له. الآية دي بتوضح إنه يعقوب لحد اللحظة اللي كان فيها هربان من بيت بابا، هربان من وجه أخوه، لحد اللحظة دي من عمره وهو شخص بالغ كبير، كان بالنسبة له ربنا إله أبي. كان ربنا بالنسبة له لو عملت لي وحفظتني ورجعتني بالسلامة هتكون ليا إلها. وده بيبان كمان في الآية اللي هنقراها دلوقتي في تكوين 31، بيقول: لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كان معي لكنت الآن قد صرفتني فارغا، مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارحة. الآية دي كان بيقولها لخاله لبان وهو خارج من عنده، يعني بيتكلم عن ربنا وبيريفير لي أو بيقول عليه إن هو إله أبي إبراهيم مش إلهي أنا. في آية تاني بنفس الفكرة بيقول: يا إله أبي إبراهيم، لما كان بيكلم ربنا بيقوله يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك. الآية دي كلها بتعبر عن حالة يعقوب بالنسبة لربنا طول حياته، لحد لما حتى كان معاه أولاده كلهم ومتجوز زوجاته وراجع خلاص لبيت أبوه علشان يقابل أخوه. لحد اللحظة دي من عمر يعقوب قبل ما يلتقي بالله كان كل علاقة ربنا به هو إنه إله أبي أو ربنا يعني في السماء، يعني مش ربنا بتاعي أنا. بنشوف بعد كده في تكوين 32 لقاء ما بين يعقوب وربنا. اللقاء ده تم علشان يعقوب كان صريح قوي مع ربنا وكان خايف وقال له أنا خايف، وبعدين بيحكي لنا الكتاب المقدس إنه ربنا صارع معه، ظهر له ملاك وصارع معه حتى طلوع الشمس، وإحنا عارفين القصة بعد كده. بس اللقاء ده انتهى بإن يعقوب ما بقاش يعقوب، يعقوب بقى إسرائيل، يعقوب بقى حد من شعب الله، بقى ربنا ليه إله شخصي، بقى اسمه اتغير، بدل ما هو يعقوب الذي يتعقب بقى إسرائيل الذي حارب الله وغلب. بعد اللقاء ده بنلاقي لغة يعقوب اتغيرت تماما، حتى بنلاقي حياته اتغيرت، بنلاقي تصرفاته اتغيرت، بنلاقي توجهاته عامة كلها اتغيرت. بنلاقي بعد كده في الكتاب المقدس لما ربنا بيكلمنا بالروح القدس بيقول لنا عن يعقوب انه قال ايه مثلا، بعد اللقاء ده بالظبط بنلاقي ان هو اقام هناك مذبحا في الحتة اللي حارب فيها مع ربنا او صارع فيها مع ربنا، وبيقول واقام هناك مذبحا ودعاه ايل اله اسرائيل. اله اسرائيل اللي كان اله ابي اسحاق من شوية بقى اسمه اله اسرائيل. فرق اصحاح واحد، فرق حدث واحد، هو ايه؟ لقاء، صراع مع الله في صلة حقيقية. وبعدين بنشوف تاني وبارك يوسف وقال الله الذي صار امامه ابواي ابراهيم واسحاق
الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم. في حميمية بيتكلم بيها عن ربنا، في كده عشم، في عشرة بيتكلم عنها وبيعبر بلغة جميلة جدا عن إنه ربنا ده هو رعية منذ وجودي. بنشوف كمان إنه بعد كده أي كاتب تاني في الكتاب المقدس أو أي سفر تاني بيتكلم عن يعقوب أو بيتكلم حتى عن ربنا بيتقال عنه إله إسرائيل، إله يعقوب. نلاقي في المزامير طوبى لمن إله يعقوب معينه. هو مش بس الحدث ده فرق في حياة يعقوب إن هو بقى من خاصة ربنا وبقى تبع ربنا، بقى ربنا دي ليه إله شخصي، بس كمان ربنا ما بقاش بقى مبسوط إن هو يدعى عليه اسم يعقوب، بقى اسمه إله يعقوب. ربنا مش مكسوف إن هو يدعى إله يعقوب، لأنه يعقوب ده تبعي، يعقوب ده أنا ليا عشرة وعلاقة معاه. إلهنا أمين جدا 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 في دعوته لينا. هو مش دعانا عشان نبقى مسيحيين كديانة، لكن دعانا عشان نكون خاصته، دعانا عشان نكون ولاده، دعانا لعلاقة فيها اتحاد وشركة معاه، دعانا ان احنا نلتقي وجها لوجه في لقاء مع الإله الحي، بنخرج منه طرقنا متغيرة، شخصياتنا متغيرة، أفكارنا متغيرة، قلوبنا متنقية، كل حاجة فينا ما بتبقاش زي ما كانت. في لقاء بيغير الواحد من يعقوب لإسرائيل. لو انت عشت اللقاء ده يا بختك، امسك فيه وكمل عليه وما تكسلش وتقول كفاية ما أنا قابلت والموضوع خلص. انت أصلا مش هتعرف تعمل كده، لكن استمر في علاقتك الحية معاه. ولو كنت لسه ما قابلتش ربنا وصرعت معاه في لقاء يغيرك، اطلب منه وقول له يا رب اشمعنى دول، أنا عايز أصارع معاك، أنا عايز أعرف أصلي زي الناس دي، أنا عايز ألتقيك في لقاء حقيقي أخرج منه متغير، أخرج منه تايب، أخرج منه شخص تاني ما عندوش كل الحاجات اللي في قلبي دي، شخص قلبه متنقي. صارع معاه لحد لما تقابله، وأنا مقصدش تقابله يعني تشوفه في رؤية أو كده، أنا أقصد لقاء حقيقي في روحك، دخول في محضره. وأوعدك إن أنت لما ده يحصل هتعرف اللي أنا بقول عليه، هتلاقي كل حاجة في حياتك اتغيرت، مش بزرار، بس هو هياخدك من إيدك في رحلة تغيير وشفاء وتجديد نهايتها هو مستنيك فيها. هو مش بس مستنيك فيها، هو ماسك إيدك وانت ماشي، لأنه هو الطريق وهو رفيق الطريق وهو نهاية الطريق. بشجع كل حد إن هو يطلب من ربنا إنه يقابله شخصياً وإن هو يكون ليه إله شخصياً.